بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم إخواني ضمن سلسلة دروس تعليم البروتوتايبينج وكيف نعمل واجهة التطبيق كاملا باستخدام البرنامج أدوبي إكس دي. آخر شيء تكلمنا فيه حكينا فيه عن الناتشرال كلاسيفيكيشن، وتكلمنا فيه عن هذه النوافذ كلها، وحكينا فيه عن الهوية. اليوم حندخل في مستوى أعمق من المستوى اللي وصلنا له، اللي هو ما بعد الأنيمالز أو البيرز. حندخل نشوف إيش في كلاسيفيكيشن في كل قسم من هذه الأقسام. حنختار البيرد لأنه عندنا محتوى كامل وجاهز في البيرد. أتكلم على مستوى شبيه بهذا المستوى، أصبح بدي أخذ نافذة شبيهة بهذه النافذة. بلزمني أضغط زر الألت وبسحب نافذة شبيهة بهذه النافذة، والآن بأسحب هذه الايتمز كلها، هذه العناصر كلها، وبعمل لها ديليت وبكتفي بالهيدر وبالفوتر. تعالوا نرتب عناصر البيرد. إيش بدي؟ بيلزمني أن أعمل إطار. حطيت إطار حتى ما أكررش الأعمال تبعتي، وبأعمل ألت وبسحب هذا الإطار وبحطه في هذا المكان، وبجواره بيكون عندي ألت آخر حتى نشوف كيف بيكون شكل هذه النافذة، وبنعمل محاذاة توسيط للتنين. وتعال نشوف ممكن إحنا نعمل هنا، ناخده على اليمين وهذا بناخده، يعني منيح صار موجود عندي ومقبول. تعال نعمل الآن كيف بده يكون عندي نص يعبر عن الموجود في هذا الإطار. طيب قبل موضوع النص ويعبر عن الإطار، تعال نحط هنا صورة حتى يكون الأمور عندي واضحة وجلية. طيب الآن بعمل حسب الماسك، بعمل دراج اند دروب لهنا حتى أصل لهذه المنطقة، وبعمل دراج اند دروب هنا حتى أصل لهذه المنطقة. طيب بدي أحط الآن نص أسفل هذا الشكل. تعال بدنا نحط الآن مربع ونحط في داخله نص. تعال هاي المربع موجود، احنا زي ما حكينا قبل هيك المربع هذا بنعمل له فيل وبنشيل البوردر عنه. الفيل تبعه بده يكون مثلا باللون البني هذا الفاتح، وبنعمل له شادو. كيف بنعمل شادو له؟ بناخذ هنا الشادو وبنقول لون الشادو بده يكون مثلا اللون الاخضر، وبناخذ الاكس تبعته عباره عن 10 او 5 او هي 7 حتى ما يكونش كبير، وهي 7، وهنا التشويش عامل التشويش يكون كبير شوية. طيب بنكتفي بهذا القدر. بنيجي الآن بنحط نص على هذا المربع، وبدي أقول هاي مثلا كاروت بير مثلا. أوكي طيب الآن هذا النص بدي يكون أصغر. بصغر النص هذا. تعال نصغر النص هذا بحيث أنه يكون منسجم مع هذا المربع، وبعمل له مناصفة. هاي بعلم التنين وبعمل له مناصفة هيك صار. ممكن هنعمل جروب للتنين، خلاص التنين بيكونوا عبارة عن مربع واحد. بصغر وبكبر بالطريقه المناسبه. طيب تعال نشوف الكلام هذا. لو حطينا هذا اسفل هنا وبنيجي ناخذ نسخه منه، هاي بنعمل الت وبنسحب بناخذ نسخه منه. الان هل الشكل هذا مناسب؟ تعال نعمل بلاي حتى نشوف هل الشكل هذا اللي امامنا مناسب ولا لا. جميل، اصبح هاي هنا بتكلم قاعد على اطارات. ممكن هذا حتى الشادو يكون فيه اقل من هيك، ولكن خلينا نكتفي بهذا القدر اليوم. وهي هنا في عندي النصوص هذه فيها شادو. كلام جميل، هات نعمل تكرار لهذا الموضوع. نحذف هذا وبنيجي عند هذول التنين بنعمل تعليم لهم تظليل. هاي عملنا تظليل، بنعمل ريبيت جريد، بناخذهم على اليمين هيك وبننزلهم تحت. هاي 8 عناصر، هيك بنكتفي بالقدر هذا. الان كيف بدي اجيب هنا العناصر سواء الصور او النصوص؟ بنيجي على المجلد. لاحظوا الان عندي ملف نصي فيه في داخله كل اسماء الطيور بدءا من البراون بيردز وانتهاءا بمين؟ بافين بيرد. هاي او في انتهاءا في البيك، بحيث انه احنا نكتفي 8 صور. هاي 2 4 6 8، هاي 2 4 6 8 ننتهي بهذا الايكون وبنبدا بهذا الايكون. تعال نعمل دراج اند دروب. وين بنحطهم؟ بنحطهم على هذه الأولى، وهيك إحنا بنعمل تجميع لكل الصور، وبنعمل دراج أند دروب لهذه الصور من الصورة الأولى وبنحطها. لاحظوا هنا في تعليمة صار هذه الصور كلها موجودة عندي أمامي بالشكل اللي موجود. طيب إيش بدنا نسوي الآن؟ بدنا نعمل شوية موضوع محاذاة، بحيث إنه نعمل محاذاة ما بين الأسطر والعمود والأعمدة. هاي من هنا بنحاول نصغر ونصفر المنطقة، وهنا بنصفر. هيك صار عندي الشكل واضح وجلي. نحاول نطلع هذه للأعلى وبنصغر النافذة عندي زي ما انتم شايفين أمامكم.
هيك وصلنا لتصميم هذه النافذة، وكانت النافذة عندي بالشكل الموجود أمامنا. بننتظر أن ندخل بالعمق الثالث، يعني هذا عمق أول، ثاني العمق الثالث بدنا نتكلم على تفاصيل كل بيرد من هذه البيرز، وبنعمل مجموعة من السكشنز. هذه السكشنز حيكون في عندي نصوص، حيكون في عندي آيتمز، حيكون في عندي ليست، حيكون في عندي صور، حيكون في عندي تنوعات كبيرة. انتظرونا في الدرس القادم كيف نشغل النافذة الأخيرة وكيف نربط هذه النوافذ مع بعضها البعض. يعطيكم العافية، انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.